فثنى العدا بالضرب فانتشت الوغى وأقام فيهم كرة الأتراح فتواكلوا حتى أبوا أن يقدموا فنوى المخيم قافلا بجراحي. نادى أباه إن قلبي منهك فأجاب طلبته بصوت نياحي أما علي غاب في وسط الوغى فتقاذفته أسنة الأرماح وأجاءه سهم إلى عنق الحصان فصار محمرا بلا أوضاح ألم من مناد وعلي قد كف فاحتمل الفتى نحو العدا فتوازعوه بحدة الأصفاح قد قطعوا منه الحشا بحديدهم وتوازعوه بمشقص وسلاح أيوة علي أيوة حسينا نادى أباه أبي سلام إنني مني دنا موتي وجاء رواحي هذا رسول الله جاء بشربة روحي تطير بساحة الأرواح نادى على الدنيا العفا يا معجتي ولدي عليك تحسري ونواحي يا ليت سهم الموت صاب حشاشتي من قبل أن تنحو السماء بجناحي حلي حزام يا ليلة أغمض عيون الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عنها الترى شدي جروح يا زينب فطر قلبي بونته بالدمع بالله تغسلي هالدمع عن وجنته شدي اختي بهالعمامه طبرة اللي بجبهته يا علي والله قمر لكنه تكور وغى ما تهنيت بشبابك ريت عيشي لا هنا يا قصير العمر يا ابني ريت عمرك لا دنا على الدنيا محسر وعمرك 18
سنة عافية قلبي شلون صابر كيف ما تفطر صاح الشهيد حسين راح ابنك يا ليلة خلي البكا وردي الخيمة وافرشي صاحت عساه من الورد برد برد غليل قالها قضى ضامي وهو التلثم محية خلى الولد يمها ومد طولها عليه تمسح عن خدود الدمى ونوب تحاكي ضم من الدهشة لصدرها وتسبل ايده وتصيح كدرة عيشتي وقشرة بلية يقول ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه راحت رجالة وكل بني عمه واخوته ها سوى ابو علي راحت رجالة وكل بني عمه واخوته زين ما بكى عدهم ما بكى بين العدة ليسمعون او ما ترضى مروته وبس طاح الأكبر للمخيم وصل صوته يقول هذا مؤشر أبو يوسف على عزازة هالولد يقول راح أبو فاضل راحت أخوانه بني عمومة رجالة كلهم راحوا يبكي مو ما يبكي لكن ما يراوي العدوان بكاء لكن يوم طاح الأكبر هو في المعركة وزينب تسمع الصوت في المخيم على هالولد هذا هذا الحسين أما زينب أسألك زينب بنت علي مخدرة حيدر هذه المرأة بكل جلالة قدرها شي طلعها من المخيمات إلا مصاب عظيم لذلك أسألك بالله يوم طاح أبو فاضل طلعت زينب لو الحسين جاء إليها شوف حتى أبو فاضل لكن في مصاب الأكبر له خصوصية صرخة الحسين يوم قال على الدنيا العفا طلعتها من الخيمة وإذا تريد بعد تعرف أكثر شوف زينب ما طلعت إلا في مصيبتين مصيبة الحسين ومصيبة الأكبر في خيامها ظلت يقول حتى في مصيبة بوالفضل شايل علمها تقول في كل المصايب قعدت ولزمت خيمها حتى في مصيبة بوالفضل شايل علمها وبس طاح الأكبر بالتريبة فار دمها طلعت تنادي حسين بسك من هلونين طلعت على صراخ الولي يبكي على بدره وطلعت من رد المهور وطلعت من عود بلي حسين مهره راحت وشافت شمر صاعد فوق صدره ما عافت خيمها إلا في مصيبتها الاثنين هذه مصيبة الأكبر إيش سوت في قلوبهم ولذلك أول ما توجه الأكبر عندما جزرت أصحاب الحسين كالأضاحي أول واحد يتقدم من بني هاشم الأكبر يقول له أبا يا حسين أرخصني للقتال تقول الرواية وقد كان أصبح الناس وجه هذا شبيه النبي ثمرت فؤاد الحسين
من شافه يتقدم إليه يقول له يا أبو يرخصني إلى الموت. الحسين أرخى عينيه بالدموع، إلي إلي يا ولدي. نادى شبيه النبي يا حيف، ويلي يقطعونا من السيف، ما تقول لي يا مكرم الضيف كيف انظرك فوق الثرى كيف. ابني تعال وياي لماك، ادري بقيت بغيت شماك، ما يحصل اليه تلماك لو جيت مغسل بدمك. للخيم خذ بيدي وراحوا، ومع السلامة هناك صاحوا، بس للنسوان لاحوا، زلزلت كربلة من ناحوا، وتحاوطوا حوله وطاحوا. هذه تقول لا تستعجل إلى القتال يا علي، لا طاقة لنا على فراقك يا علي. ليلى جاءت تتعلق بأذياله وهي تبكي وتنوح، وولدا وعليا نادت من العين عبرا، باموت يا ابني من الحسرة، طاحت غضمها لصدرة، تعدل تزلوفة وتشم نحرة، ويلي على ريحة الزهرة، أنا ويلي على ريحة الزهرة. لا تلومون فيه، بشوفه موزع بشوفه مقطع، ما لي يفاد اشوف ولدي وثمرة فؤادي. الحسين كل ما يشيل ايد واحدة تتعلق به يد اخرى. تحير ابو علي ويا النسوان شي يسوي وياهم، قال لهم دعوه فانه ممسوس في الله ومقتول في سبيل الله. خلوه يا نسوان خلوه، والنوح بس وياي كملوه، شوية وهالعدوى نقتلوه، وفاد ليلة عاد سلوه. المصاب الأعظم فيه مسكوم، اليوم يفرق عن أمسكم، بسكم من الضجات بسكم، لا ينسمع للعدو حسكم. شوية شوية عاد قرحتون قلبي على هالولد، ما هدأوا إلا يوم قال لهم يروح ويرجع. الحين الحسين عنده مراسم في وداع الأكبر، شوف الروايات شلون توصف حال أبو علي. تقول جاي شيعة إلى المعركة، الأكبر على الحصان، وأبو علي مجود زمام الحصان، مو عاطلنا الأكبر. قال اصبر إلى أنا أذن إليك. يقول جوان عنان الفرس حقه، وصارت عليه الأرض ضيقة. ويل السهم يخرق الحلقة، ودموم من نحرات غرقا.
والرمح في ظهره يشقه ويصير في زفره وشهقه ويذوب قلبي من الفرقه. أم نادى داعيا على القوم اللهم اجعلهم طرائق قددا ولا ترض عنهم الولاة أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت مناديا يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. سوى الولد في قلب ابو علي يقول اشهد على هؤلاء القوم برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا اذا اشتقنا للنظر اليه نظرنا في وجه هذا الغلام. يعني اللي رايح يقطعون لحم رسول الله. يصرخ على اولاده وينعي وعلى العساكر صار يدعي فلت يا بن سعد جمعي اجتثت يا ملعون فرعي. طاح العلم وانكسر درعي ومن المصيبة فاض دمعي عين عمت وراح سمعي ضلعي الأكبر آه ضلعي. الله يساعد قلبك أبو علي سلم ولدك إلى الموت عفية على قلبك أبا عبد الله. عندها قرأ قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ففهم الأكبر أنها الرخصة ضرب ركاب فرسه. الحسين قابض على شيبته يشير إلى السماء بسبابته. الأكبر يركض بالخيل والحسين يركض خلفه. سوى فيك الولد أبو علي يقول الدربندي عندها وقف الأكبر متوسطا في الميدان قائلا هل من مبارز؟ فقال ابن سعد يا طارق ابن كثير. قال لبيك يا أمير. قال ابرز إلى هذا الغلام واعتني براسه. قال لبيك. تجاول الأكبر معه ساعة حتى عجل بروحه إلى النار. برز إليه أخ المقتول فقتله الأكبر. برز إليه ولد المقتول فقتله الأكبر. عندها نادى ابن سعد أين بكر بن غانم؟ أبو علي لاحظ جولاته وصولاته مستانس عليه أبو علي شوية وإذا به تتغير ألوانه. أم الولد مرآتها وجه الحسين يوم شافت وجه أبو علي تغير صاحت وولده وعليا صاحت ودمع العين مذروف يا حسين يا مقصد الملهوف وش حال الأكبر بين الصفوف ميت على ولادي من الخوف.
قال لها لقد برز إليه من يخاف منه عليه، فصارت تولول ويلي ويلي على ولدي ألم المناد وعليا وحسينا. تجاول الأكبر مع ابن غانم وهي تصيح أبا عبد الله ما الحيلة، ما أقدر أشوف هالولد نايم على الثرى، ما أقدر أشوفه مقطع بعد ما شبعت من هالولد. قال لها ليلى ارجعي إلى الخيمة وادعي إليه. دعاء الأمهات مستجاب. يلا الفاقدات اللي أولادهم مو وياهم، يلا إن شاء الله بهذا الدعاء ببركة الأكبر ببركة الحسين يفرج ربي عنهم ويصيرون وياكم إن شاء الله. طبت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة وحسين وش ما بيه بصيبة، يا راد يوسف عن مغيبة ليعقوب ومسك اللعيبة، أريدك علي سالم تجيب أخشي علي. ببركات دعاء الأكبر عطشان جائع مثخن بالجراح، ولكن ببركة دعاء أمه قتل بكر بن غانم، ثم صار ينادي هل من مبارز، أحجموا عنه خافوا من البروز إليه. فرجع قافلا إلى الحسين ودماؤه تشخب. يقول الشيخ التستري الحالة هذه أشرف فيها الحسين على الهلاك، احتضر بسبب مصيبة الأكبر. يوم شاف يلهث والدماء تجري من بين حلق الدرع، كأن بالحسين ضرب على صدره، ويلي عليك يا ولدي. ألا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي أبهل إلى شربة ماء من سبيل. فناح الحسين وولده يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا ظن وداحي البحر اريد قطرة ماي قلبي من العطش، ذاب غارة عيوني واظلم الوادي عليه، غارت عيوني ونزف دمي كثر لجراح، وتفطرت جبدي يا ابويا والعزيم راح، حل الدرع عني بهضني ثقل لسلاح، حر الشمس فتت فادي يا شفي، أبا قطرة ماء أروي بها عطش كبدي. قالت صبر يا ولدي، يسقيك جدك عما قريب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. راح بيتوجه إلى الميدان، قال لي ولدي وين أمك ملهوفة عليك، روح للخيمة. وهذا الولد حنون، راح إلى أمه وإذا يشوفها مرمية على الأرض مغشي عليها، راح قعد يم راسها، خلى راسها في حجرة وصار يمسح على راسها، تقاطرت دموعه على وجهها، فتحت عيونها قالت أعلي هذا؟ بلى يا أمه
أمه ما هذا الوجد علي يا أمه؟ ما تعرفين أبو علي شوية وبيصير على الرمضة؟ ما تعرفين الرضيع بعد شوية يشكون نحر بسهم؟ ما تعرفين شوية أبو فاضل وأخوانه يقطعون روسهم؟ اجي أمهاتهم يوم القيامة تفتخر عند الزهرة ما تبغين تصيرين وياهم؟ قالت قوم يا ولدي قوم، بارك الله فيك من ولد، لا تقصر في نصرة الحسين، قبلها على وجه أو قام. لكن يوم تحرك خطوات نادت ولدي، يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاته وفعه، ومن الحسن عمك يا بعد اغلي نواله قصر العمر من فاطمة والعيبة من الحسن. قل له يا عقل ثياب عرسك فصلته، كل الأسف زفت زواجك ما شفت. ولدي بتحسر قلبي عليك، خرت عليه تودع وتجذب الونا. تقل له يا عقل الموت مالك بد منه، ودعتك الله يا شباب ما في أمان الله يا ولدي، في دعاة الله يا ولدي. بعد وين يتوجه الأكبر؟ راح إلى خيمة العليل العضيد، دخل عليه شافه يرتعش من شدة المرض والعلة، فانحنى عليه الأكبر، هذا يرتعش من علته وذاك يرتعش من عطشه. فتح السجاد عينه، يا أخو يا رايح؟ قال بلى سيدي، جاي تودع منك في أمان الله في دعاة الله. قال له وعبراته يهله، سلم على الزهرة وقلها خدودك دخل الماي بلها، تتواصل الونا دخلها، زينب بنيتكم في ذلها، راحت يا يما العالة كلها، راحت يا يما العالة كلها. وأحسن ثم توجه إلى الحسين فضمه إلى صدره، يشم حسين خد ابنه ويحبه، ودمعه مثل دمع ابنه يصبه، ونار اللي بقلب ابنه بقلبه يخفيها عليه ونوب تظهر. في أمان الله يا ولدي، سلم على رسول الله، سلم على علي، سلم على أمنا الزهراء. فغاب عن عينه ونادى وولده، وعليا نادى علي هل من مبارز؟ فأحجموا عنه، لما رأى منهم ذلك ضرب ركاب فرسه وغاص بفرسه في وسط الميدان وهو يقول الحرب قد بانت لها الحقائق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. فنكس الرايات جدل الأبطال،
قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، فقتلا على عطشه تمام المئتين. فلما رأوا منه ذلك قالوا إن لك رحما بأمير المؤمنين يزيد، لا تقتل نفسك لك الأمان. عندها غضب علي فصار يرتجز، أنا علي يبن الحسين، نحن وبيت الله أولى من أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي، تموج الخير من يجبل شل الخير لابو الحسن، ذب هذا وروا هذا لديه مساميه ورمحاي الحق الفار. فلا زال على هذا الحال، فعلموه أنهم لا يقدرون عليه إلا بالسهام، فجاءته السهام تتراه، وقع منها سهم على حلقه فخرق. وعلي انفلت السيف من ايده، عندها تجرأوا عليه، شبك فرسه على يودي الى ابوه يتودع منه، واذا بالدماء سالت على عيني الفرس، احتمله الى معسكر الاعداء فصاروا يقطعونه بالسيوف اربا اربا. وعلي وحسين عقب ما شرق الهامات والط اجت ضربة العبد على ضرب وتواردت بسيوف النار. وويلاه وحسيناه شبك مهر يا ويلي، والمهر فر، هذا يطعنه برمحه، هذا يشقه بخنجره، هذا يضربه بسيفه، حتى نادى حسين هذا قطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغار. فلما جاءته الضربة على راسه ثناها اللعين بطعنة رمح في خاصرته، فسقط علي على واهجة الرمضة. نادى أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وليك مثلها يا أبويا تعال للطول علينا. يقول الشيخ جعفر هذه المرة التي احتضر فيها الحسين اتمنى الموت، فصارت عينه تدور في أم راسه، يتلفت شمال يمين أبو علي، وراح يركض وياه شباب بني هاشم إلى المعركة، يصيح ولدي علي ولدي ولدي على الدنيا بعدك العفو. من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا ابني بعدك على الدنيا العفه فرقاك، يا ابني
أكبر يا نور العالم يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنك ليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر أكبر يا نور يا معفر ما أقدر أقول الأعلي مطروح بالرضا مطروح وخيول الأعادي فوقه تروح أكبر يا نور العين يا معفر الخدين ولديه على الدنيا بعدك العفا قلت لك هذه الصيحة اللي طلعت زينب من الخبا يقول حميد ابن مسلم احنا وقوف ابو علي على جسد ولده واذا بامرأة خرجت شابكة 10 أنامل على راسها وهي تقول وعليا واخاه وابن اخياه سألت منه هذه قالوا هذه زينب زينب الشيخ المفيد يقول وصلت إلى جسد علي وما شالها الحسين إلا من رأسها لأن جسدها كان منهك على ذلك الجسد المقطع آخر يقول لا ما وصلت لأن أبو علي ما خلاها عجل خلى منه قسم قلبه بين ولده وبين أخته منو أعز عندك أبو علي خلى رأس الولد على الروضة وقام الحسين كأني بالأكبر يناديه أباه أتتركني وأنا على هذا الحال لا تلومني يا ولدي عمتك زينب أعز وين عمتي زينب قال لي طلعت من الخيط صاح وزينب وعمتها وادني يا بويا عمتي زينب أرى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لي يا عقلي مهجتي حجيك فراها لازم اشيلك للخيام يا قرة العين لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي عيني وين انا لو قلت لامك ظل علي بالشمس مطروح لازم تقلي كان جبت الولد شال المدلل فوق صدره للخيمعة دمعه يهل ويصيح فتني قوم يا ليلة للولد عد ليلة أوسع فرت بدهشة الطم العامة بلي يا أهل الخيم جاكم علي قوموا يا أهل الخيم جاكم علي قوموا شوفوا على صدر جنازته محمود شوفوا على صدر جنازته محمود طلعت يا ويلي من الخيم عماته شافوا علي مرمي ويجر وناته وما
من الطابر ما تنحص جراحه، زينب تصب دموعها مهموم، زينب تصب دموعها. خرت على جسم العزيز تنادي، شيبت راسي يا شبي الهادي، ليلة تحن وتصيح ذاب فادي، تمشي تعثر مشية المذهو، تمشي تعثر مشية المذهو، وتصيح جسم ابني علي راوني، عين انعمت من راح نور عيوني، ما اريد عقب ابن العمر دفنوني، لا اشوف جثه هالولد محمود، لا اشوف جثه هالولد محمود، يا حسين عفروا لي حفير الزاد، اقدر اشوف ابني واشوف انزل والها يا ليلة تزود ابن وداع، بشري بعدنا بناقة المهزول، بشري بعدنا بناقة المهزول. الروايات تقول هذه الأم ايش سوت يوم شافت جسد ولدها مقطع، صارت محتارة تنظر إلى جسده ولا تتكلم، يجون النسوان يعزونها وهي ما تتكلم، صاحت ودمع العين اسيول، من هالذي جبتونا محمود، يا حسين يا حسين خدك ليش مبلول، لا تقول هذا علي لا تقول، هذا الذي من دم سافح وتغيرت منا الملامح، ما عرفتك يا ولدي وين الجمال علي يا علي، هذا الذي من دمه سابح وتغيرت من الملامح، هذا اللي للجنات رايح جاني العمى من شفته طايح، جبتون قطعة من جوفي هالشافة منها راح شوفي، ظليت بس اصفق اجفوفي، راح الذي له وعد يوفي، يسبح ولدي في دمه يسبح، ومن شفته بغبره ولواح، ينظر إلي بعينه يشبح، باللي أحسه ما أقدر أشرح، فقد الظن يا ناس يذبح. هي تنعي على ولدها الحسين، عينه وين؟ على علي الأكبر، شاف وإذا به يضطرب حتى شاق شاقاه، كانت فيها روحه، ما حد التفت إليه إلا أبو علي، لذلك راد ينبه النسوة، إجي يربت بعيده على ليلى على زينب، ليلى ليلى شوفي علي راح، شافه والنبل نابت علي راح، هو فوقه وصفق راحي على راح، وصاحب صوت يا زينب.